طبعا واحنا لسه في الايام الاولى من العام الدراسي الجديد، كل الامهات كل هدفها دلوقتي بيكون حريص جدا ان اولادهم يذاكروا دروسهم اول باول. تخلص المدرسه ترجع البيت، خدت ايه في المدرسه عشان تقعد تذاكر ده ليه؟ عشان المواد الدراسيه ما تتراكمش عليهم، نيجي عند الامتحان نلاقي ايه الموضوع صعب علينا قوي، عشان طبعا الطفل كمان يقدر ان هو يلم المنهج في نهايه الترم. لكن لازم نعرف ان مش كل الاطفال هيسمعوا الكلام. في طفل عنيد، واعتقد ان غالبيه الاطفال دلوقتي اطفال يعني عندهم نوع من العند كده، تيجي تقول له ذاكر ما يذاكرش خلاص كده. يعني هو الحقيقه انه انا اعتقد انه ايامنا احنا يا شاذلي ما كانش يعني ما كانش فيه اختيار، يعني كانش فيه اسباب ذاكر ما تذاكرش. اذاكر طبيعي يعني، بس يعني الحقيقه انه دلوقتي بقينا بنشوف انه شكوى عدد كبير من اولياء الامور، وبيحصل فعلا في عدد من البيوت خناقات كل يوم بقت متعلقه بالمذاكره والدروس. مش بس الحقيقه يمكن الطفل العنيد هو اللي بيبقى عنده مشكله في المذاكره، لكن كمان في الطفل اللي مش عايز يذاكر اصلا، يعني رافض حتى التوجيه المباشر بالمذاكره. في الطفل كمان اللي بيبقى بيهرب من المذاكره، يعني مثلا مره يقول انه عمل الواجب في المدرسه، مره ثانيه اصل الاستاذ ما كانش موجود، مره ثالثه احنا ما خدناش حاجه، مره رابعه كانت حصه فاضيه. الحجج هتكون كتيره، وللاسف في ناس بتعمل كده. لكن خليني اقول لك برضه ان الطفل اللي بالشكل ده هنقدر نتعامل معاه، يعني في طفل بيهرب من المذاكره نقدر شويه ان احنا نسيطر عليه ونقنعه بانه لازم يخلص دروسه. لكن الطفل العنيد هنعمل معاه ايه؟ العند ده نوع من السلوك محتاج لتقويم وتعامل خاص. في اطفال بتعتبر ان الاوامر المباشره بالمذاكره قوم ذاكر ده نوع من الاجبار، فيبدا ان هو يتمرد على الاوامر دي من خلال بقى اللي عنده انه يرفض هذه الاوامر يا جماعه. صحيح. يمكن كمان اعتقد انه في يعني اسباب احيانا بتخص الطفل نفسه، واعتقد انه في اسباب تانية كمان بتبقى متعلقه باسلوب الاسره في تربيه الطفل، وده يمكن اللي بيوصل بيه الطفل لمرحله العند، سواء بقى عامه في المذاكره او حتى في التعاملات اليوميه او حتى في التعامل حتى مع اسرته بشكل خاص. ده بقى منها كمان مذاكرته في دروسه واعتقادا منه ان هو كده بيضايقهم يعني. عشان كده احنا النهارده هيكون معانا فقره مهمه هنتكلم فيها بالتفصيل عن ازاي او كيفيه التعامل مع الطفل العنيد، ايه النصايح اللي ممكن من خلالها نقدر ان احنا نعالج السلوك ده. بس انت يا شاذلي كنت طفل عنيد ولا لا؟ لا خالص على فكره، واعتقد ان يعني الاجيال بتاعتنا تسعينات وثمانينات وانت طالعه لفوق، يعني اعتقد ان الناس دي يعني كنا بنقول يعني ان احنا من البصه قوم ذاكر بنقوم نذاكر. صحيح. يعني في بعض طبعا الناس كانت بتضرب زمان، وده طبعا يعني حاجه كان زمان كان عادي الضرب زمان، لكن لا بس ما كانش يعني برضه لا ما كانش عادي قوي برضه، يعني كان في هنقول ان هو كان موجود زمان. لكن دلوقتي زمان فعلا كان بالنظره قوم ذاكر هقوم اذاكر، قوم روح عندك مشوار هتروح مشوار، قوم روح المدرسه هتروح مدرسه، ما فيهاش. صحيح. يعني هي ما كانش فيها. صحيح. واعتقد انه برضه يعني كان في يعني اصل ما اللي عندي ده احنا مش هيخترعناها جديده، يعني من زمان جدا في عادي في شخصيات عنيده مفهوم، وفي احيانا فعلا الشخصيه ما بتبقاش عنيده، بس احيانا الشخص اللي قدامك حتى لو طفل بيبقى مستفز لدرجه انه انا هشوف ايه اللي ممكن اعمله عشان اضايقك، يعني ايه اللي ممكن اقدر في ايدي ان انا اعمله عشان احس ان انا بس خدت حقي، او حسيت ان انا ضايقتك زي ما انت ضايقتني، او اتكلمتني باسلوب مش كويس، او احرجتني قدام صحابي، او احرجتني حتى قدام اسرتي. للاسف في بعض الاسر بتبقى شايفه انه عادي ان احنا نهزر على اولادنا قدام اهالينا، عادي ان احنا نهزر على اولادنا قدام صحابنا، لا ده مش عادي، او حتى المقارنات لا مش عادي، انها بشكل او باخر حتى لو احنا مش حاسين وحتى لو احنا بنقول احنا بنهزر لا بتسيب اثر في نفس الطفل، وفي نفس الوقت بتهز ثقته في نفسه يا شاذ. ده طفل ممكن يبقى ثقته مهزوزه في نفسه، في طفل تاني بيبقى عنيد، في طفل تاني بيبقى مستني بس الفرصه، يعني لو النهارده ما عرفش يرد بكره هيرد، وهيرد قدام الناس، فبتبقى يعني الرد الفعل بيختلف من طفل لاخر او من شخص لاخر، بس لازم بيكون رد فعل لانه بكل تاكيد حاجه زي دي مثلا ممكن تضايق. فكره الامر المباشر لازم برضو تبقى عارف ابنك او بنتك فين المشكله، يعني هو مش عايز يذاكر ليه. في اطفال على فكره فعلا فهمت شخصيته صح، على فكره في فعلا اطفال ما يعني تفكيرها او عقليتها او ذكائها مش في فكره المذاكره، مثلا ذكائها متعلق بالرياضه بالفن، فالمذاكره بالنسبه لهم حاجه تقيله، يعني حتى هو مش جاند مفهوم. وحتى ممكن كمان يعني ايه ممكن يذاكر مثلا لفتره قليله جدا لكن تحصيله عالي. صحيح. مش لازم اجبره ان هو يقعد طول اليوم يذاكر. واعتقد ان احنا في فقرتنا النهارده هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، لكن جمانه اتكلمت في نقطه مهمه وهي تعامل الاسره مع الطفل. يعني انا لو لقيت ابني عنيد
ازاي اتعامل معاه. في بعض الناس يقول لك لا عنيد ايه ده، عنده 7-8 سنين وعنيد، ده انا اكسر دماغه، لا ده انا مش عارف اعمل ايه، ده انا ماشي كلمتي عليه. طبعا هل دي الطريقه المثلى والطريقه الانسب في التعامل مع طفل عنيد؟ اعتقد من وجهه نظر ان هي لا تماما، لكن النهارده طبعا هنتكلم في الفقره عن الامر ده. اعتقد لانه حتى في وقت من الاوقات هيبقى ليك حكم عليه، او هيبقى ليك اليد العليا عليه، بس في وقت من الاوقات اول ما هيقف على رجله زي ما بنقول بالزبط. خلاص يعني خلاص هتفقد السيطره، مش هتقدر تتعامل معاه، بالعكس كمان الدنيا هتسوق بينكم جدا، لانه خلاص انتوا دي طريقه التعامل من البدايه اصلا بينكم وبين بعض. فخلاص هو ما دام عنده القدره دلوقتي انه يعرف يرد، او يعرف ما يسمعش الكلام على الاقل، او يعرف يتصرف اي تصرف يضايق، هيعمل ده. وواحده واحده كل ما يكبر كل ما المشكله هتكبر. ده مش معناه ان احنا اطفالنا، لان انا بشوف ده احيانا يا شاذلي في شعرايه ما بين ان انا اتعامل مع اولادي بطريقه سليمه وما يبقاش فيها عنده، في نفس الوقت ان انا ابقى سايبه الدنيا كده اللي هي اللي في بعض الناس صح. هي شعرايه، ان في ناس بتطلق على النقطه دي ان دي التربيه الحديثه، في شعرايه فاصله ما بين الاحترام واحترام الواجبات واحترام الحقوق، وبين ان انا سايبه الدنيا خالص، اصل دي التربيه الحديثه، ما ينفعش انا ازعق لابني، ما ينفعش اعاقب ابني، ما ينفعش اقول لابني لا عشان نفسيته ما تتاثرش، ما ينفعش ابني لما يعمل حاجه غلط ان انا اواجهه عشان نفسيته ما تتاثرش، لا ما ينفعش مدرسه يكلمه في حاجه عشان نفسيته ما تتاثرش، لا هو في شعرايه رفيعه بان احنا نعرف نتعامل بكل الحاجات دي، ولازم نفهم الشعرايه دي. على اي حال زي ما قلنا لحضراتكم هنتكلم في كل التفاصيل دي معانا النهارده في فقره خاصه بالتعامل مع الطفل العنيد. صباح لحضراتكم مره كمان، صباح الخير والسعاده عليكم، صباح الخير يا مصر.